العلم إلى الناس، وشيء فشيء تزداد وترتقي حتى تصل. ومن طلب العلم جملة ذهب عنه جملة. فنحن بإذن الله نريد في هذه الدروس أن تعرف الأمور التي لابد أن تعلم من الدين، وتعلم التعريفات والتقسيمات التي قسمها أئمة أهل السنة والجماعة، وشيء فشيء ترتقي حتى تصل. يعني الآن الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى مثلا عندما يأتي ويشرح هذه المتون، هل يقرب هذا العلم للناس أو أنه يشرح ويذكر أشياء لا يعرف الطلاب؟ ما يمكن. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، قال الرباني الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره، وشيء فشيء حتى ترتقي في العلم. ولا يعقل أنه أبقى مثلا في دراسة الأصول الثلاثة سنة كاملة، للمؤلف ما أراد يعني أن تبقى فيها هذا، بل أن الأصول الثلاثة كانت تدرس للعوام. فنريد يا أخواننا في هذه الدروس أن نعرف ما هو معلوم من الدين بالضرورة، التعريفات والتقسيمات التي ذكرها العلماء تضبط هذه المتون، وبإذن الله بهذا الضبط تستطيع القراءة في الكتب المطولة. طيب نعم، ماذا أخذنا؟ نعم يا أخي أرفع صوتك. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. قال المصنف رحمه الله اعلم، بسم الله الرحمن الرحيم، قلنا اقتداء لماذا يبدأ العلماء بالبسملة؟ قلنا والله أعلم لأمور خمس. الأول بالكتاب العزيز، اقتداء بالأنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام، وإنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، اقتداء بعلماء السلف، تيمنا تبارك من بدأ بسم الله، لأنه كل شيء يذكر عليه اسم الله تدخل في البركة، استئناسا وإن كان بعض العلماء يضعف هذا الحديث. طيب فتح الله عليك، غيره؟ نعم يا أخي، نعم أنت، أي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصبر، الصبر طاعة الله وصبر على أقسام الصبر. يقول ثلاثة: صبر على طاعة الله حتى تؤدى، كالصبر على الصلاة، وصبر عن معصية الله حتى تجتنب، والثالث على أقدار الله كالمرض والفقر مثلا. فتح الله عليك. نعم نعم يا أخي. من الأمور التي تميزت بها كتب المؤلف أنه يذكر أدلة الكتاب والسنة، يدعو للطالب، يجمع المسائل ثم بعد هذا يفصل، يذكر أعداد، وهذا في اقتداء بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. وضع الله سبحانه وتعالى مؤلفات القبول في الأرض، كثرة الشروحات عليها، عناية العلماء بها، إمام معاصر يرد على الشبه التي يأتي بها مشركي زماننا. إخواننا لابد أن تعرفوا أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أراد أن يعلق الخلق بالخالق. سبب العداوة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذا هو، أن المؤلف رحمه الله أراد أن يعلق الخلق بالخالق، وأبى هؤلاء إلا أن يعلقوا الخلق بالخلق. نعم طيب غير هذا. نعم يا أخي. رأينا شروط الدعوة. شروط الدعوة، شروط الدعوة قلنا خمسة: العلم، الإخلاص، العلم الشرعي، الحكمة، معرفة حال المدعو، الصبر. فتح الله عليه. نعم. المؤلف لا يذكر مسألة إلا مقرونة بدليل. لماذا لا يذكر أي مسألة إلا مقرونة بالدليل؟ الأول يعلم الطالب الاتباع. نعم.
الثاني يستطيع طلب العلم حتى يهيئ الطالب أن يكون يوم من الأيام عالم يستطيع أن يستنبط الأحكام من أدلتها على أسس سليمة. الثالث يعلم طلب العلم حجة كيف يرد على المخالف، إذن يلقن الطالب الحجة حتى يستطيع بهذه الحجة الرد على المخالفين. فتح الله عليك. نعم يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة الأولى العلم، والمسألة الثانية العمل، فإن العلم ينادي العمل. فتح الله عليك. يقول العلم ينادي العمل، وكما قيل: هتف العلم بالعمل فإن أجاب ولا ارتحل. فلا بد أن يتعلم ويعمل. لو قال قائل: طيب أنا ما أتعلم أصلا حتى لا أعمل، ماذا تقولون؟ لو قال لك قائل: أنا لا أتعلم أصلا حتى لا أعمل وأترك العلم والعمل، سيأتي بإذن الله في نواقض الإسلام أن من نواقض الإسلام يعني كفر، الإعراض عن دين الله بالكلية، لا يتعلم ولا يعمل. سبحان الله. فكيف يعرض عن دين الله بالكلية، لا يتعلم ولا يعمل؟ ثم قلنا أن هذا الطريق، طريق العلم، يؤدي إلى أين؟ إلى الجنة. ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبت المرسلين؟ سائلك الله يوم القيامة عما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. هل النبي عليه الصلاة والسلام أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ وجاهد في الله حق جهاده؟ لابد تقول نعم. سائلك الله يوم القيامة: ماذا صنعت في هذا الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل تعلمت؟ هل عملت؟ هل دعوت؟ هل صبرت أم لا؟ ولابد أن تسأل. ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبت المرسلين؟ نعم. طيب نعم يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. رسول الله، أن الشيخ رحمه الله ذكر جهاد النفس في المسائل. نعم، سيأتي معنا إن شاء الله تعالى أن هذه المسائل الأربع هي جهاد للنفس على ما ذكر ابن القيم. كيف تجاهد نفسك؟ لابد تجاهد نفسك أولا قبل جهاد الكفار. تجاهد نفسك أولا بالعلم وبالعمل وبالدعوة وبالصبر. نعم، فتح الله عليك. نعم يا أخي. كذلك حفظكم الله، ذكرتم أن المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالصبر أراد الصبر على العلم والعمل والدعوة. الله يفتح عليك. إذن أراد المؤلف بالصبر هنا تصبر أولا على العلم ثم على العمل ثم على الدعوة إلى الله، لأن هذه طريق النبي عليه الصلاة والسلام، ولابد أن يلحق هذا السائل على هذا الطريق شيء من الأذى. فبعض الطلاب هدانا الله إياه يقول: أنا يعني غريب في أهلي في بلدي في كذا، أذيت يعني والد يصنع كذا، والدة تتأخر، الإخوة الأخوات الأقارب كذا. نقول يعني انظر إلى ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، صبر أم لا؟ إذن لابد أن تصبر. ثم يعني مهما تذكر يعني ما حصل لك شيء يعني كثير كما حصل للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فلا بد أن تصبر. لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. تدعو الله سبحانه وتعالى الهداية: اللهم اهدني وسددني. نعم، غير هذا. نعم يا أخي. قال الشيخ في المتن على رحمة الله أنه يجب علينا، قال الشيخ: العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة يجمع فيما يفصل. نعم، هذه من عادة المؤلف أن يجمع مسألة. ما تعرض لأصول الثلاثة تركها، وهذه من أحسن، وهذا من أحسن ما يكون في التأليف، أنه يجمع ثم بعد هذا يفصل. فتح الله عليك. نعم يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله. العلم بلا عمل فيه شبه باليهود. من تعلم وجب عليه أن يعمل، غير المغضوب عليه. الذين غضب الله عليهم
تعلم ولم يعمل، والضالين عملوا بلا علم. وهل السنة علم وعمل؟ فتح الله عليك. غير هذا. نعم يا أخي. قلنا أن الشيخ يذكر العدد. يذكر العدد. وهذا فيه أحسن ما يكون. من أحسن ما يكون في التعليم. وهذه الطريقة هي طريقة النبي عليه الصلاة والسلام على ما سيأتي معنا. اجتنبوا السبع الموبقات، خمس من الفطرة، نعم، في العشر المبشرين في الجنة، في الجنة مثلا. الله يفتح عليك. طيب الله أعلم، نكتفي بهذا المقدار. إخواننا اتفقنا على أمور، والمؤمنون على شروطهم. المذاكرة أهم من الدرس. فالآن عندما نتوقف عن الدرس تتذاكروا فيما بينكم الجميع، لأنه قد يخرج طالب من هنا ويشوش على البقية، وهذا الذي يخرج تخبره إما الموافقة أو المفارقة. يقول الشيخ الألباني رحمه الله، قال لي والدي بلسان عربي مبين: إما الموافقة أو المفارقة. فنحن على ما اتفقنا، الطاعة في المعروف، أجمع الأمة على هذا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فإحنا اتفقنا على هذا الأمر. هل هذا الأمر فيه مخالفة للشرع أو تحقيق لما جاءت به الشريعة؟ تحقيق لما جاءت به الشريعة. فنريد أن نتدارس، نتعاون، نجتمع في هذا المكان على ضبط هذه الأمور. فندرس، ثم المذاكرة بعد الدرس، ثم في الدرس القادم إن شاء الله تعالى نراجع ما أخذنا. وبهذه الطريقة يتكرر الدرس كم مرة؟ مرة في الدرس، ومرة في المناقشة آخر الدرس، ومرة في المذاكرة، ومرة في الدرس الجديد، أربع مرات، ثم في الاختبار المرة الخامسة، خمس مرات يكرر عليك الدرس، صحيح؟ وما تكرر تقرر بإذن الله. والهدف من هذه الدورة ضبط هذه الأمور التي ذكرها أئمة أهل السنة والجماعة. نسأل الله سبحانه وتعالى جعلنا منهم، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.